صباح الخير يا احمد، ولنا ايه ما هو الجديد في مؤتمر المناخ والتجهيزات التي تعقدها الحكومه هنا؟ صباح الفل. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا هدير، صباح الخير لضيفكم الكريم، صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر. بالفعل انا في مدينه شرم الشيخ، ايام قليله تفصلنا عن القمة الدولية الأهم والأبرز على مستوى العالم في هذه الأيام، قمة كوب 27 أو قمة المناخ التي تستضيفها هنا مدينة شرم الشيخ في 6 نوفمبر المقبل بإذن الله. إحنا النهاردة 26 أكتوبر، يعني بنتكلم في حوالي مجرد 11 يوم بتفصلنا عن هذه القمة المهمة. العد التنازلي بالفعل بدأ واقترب وبيستمر، احنا بنتكلم ان القمة هتكون يوم الحد بعد القادم، فبالتالي احنا هنا في مدينة شرم الشيخ في اللمسات الأخيرة، بالفعل هو لمسات أخيرة لاستقبال هذه القمة واستقبال ضيوف مصر من قمة المناخ كوب 27. بالأمس محافظ جنوب سيناء استمر في جولاته، اللواء خالد فوضى استمر في جولاته هنا في مدينة شرم الشيخ للاطمئنان على هذه اللمسات الأخيرة كما ذكرتها، ومن بين الأماكن اللي قام بزيارتها يوم أمس كانت المنطقة الزرقاء اللي بتتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، المنطقة الزرقاء اللي فيها بيتم جلسات العامة لقمة المناخ وكمان الجلسات الخاصة بالإضافة لعدد من الأنشطة الجانبية والأجنحة والمعارض، ده طبعا بالإضافة للمنطقة الخضراء اللي بتضم أيضا مجموعة من الفعاليات الموازية لقمة المناخ، وبالإضافة إلى مجموعة من الأحداث الجانبية والعروض الفنية، وأيضا هيتم فيها إبراز جهود مصر في التعامل مع قضايا التغير المناخ والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. نحن بنتحدث عن قمة دولية بيتم التنظيم لها كل سنة، قمة رقم 27 اللي بتقام هنا في مصر، وهي تم ترشيح مصر لاستضافة هذه القمة عن طريق التناوب ما بين القارات، وكانت مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة هذه القمة هنا من قارة أفريقيا، وبالتالي مصر في جهود كبيرة جدا بتبذلها، هيتم تغيير وجهة النظر في الاستعدادات التي تقام لمثل هذه القمم، قمم المناخ، مثل الاستعدادات التي تجرى هنا في مدينة شرم الشيخ، وطبعا الهدف هو تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة، بالتالي وأيضا التزامات من الدول الصناعية الكبرى بتقليل الانبعاثات ومزيد من الالتزامات المادية تجاه الآثار السلبية لقضايا المناخ. خلينا نتكلم كمان عن جولة محافظ جنوب سيناء، بالأمس قام أيضا بتفقد عدد من الأماكن ومن بينها أيضا مجلس مدينة شرم الشيخ، ومن المباني الصديقة للبيئة والمباني أيضا الذكية، بالإضافة إلى عدد من المسطحات الخضراء والحديقة المركزية الموجودة أيضا هنا في مدينة شرم الشيخ. بالإضافة إلى ده خلينا نتكلم كمان عن منظومة النقل الذكي اللي استمرت فعلا وبتتواصل، وفي سعادة كبيرة جدا سواء من المواطنين من أهالي مدينة شرم الشيخ أو من السائحين اللي بيتموا أو بيركبوا هذه الحافلات الذكية الصديقة للبيئة. بنتكلم عن 260 حافلة كهربائية وتعمل بالغاز الطبيعي، يتم عملها وسيرها هنا في شوارع مدينة شرم الشيخ بالمجان، وبالتالي هي بتقدم خدمة نظيفة، خدمة جميلة، خدمة نظيفة للبيئة للمواطنين والسياح، وهي طبعا بالمجان، وطبعا أيام المؤتمر هتكون هذه الخدمة بالمجان لزوار وضيوف مصر الكرام في مؤتمر قمة المناخ. بالتالي العدد التنازلي أو العدد التنازلي بدأ بالفعل، وأيام قليلة بتفصلنا عن هذه القمة. إليكم زملائي في الاستوديو، وصباح الخير عليكم مرة ثانية. زميلي أحمد الحسيني أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من شرم الشيخ لتطلعنا على آخر الاستعدادات لمؤتمر المناخ الشهر القادم بمدينة السلام شرم الشيخ.